أهلا وسهلا بكم أخواني الأعزاء، مستمرين وياكم في تقديم سلسلة شروحات الشهادة الأولى المقدمة من شركة مايكروتك MTC أي مايكروتك سيرتيفايد نيتورك. بالدرس السابق شرحنا كيفية خروج الإنترنت للحاسب. يعني إحنا مثل ما عرفنا إنه وصلنا إنترنت بالمرحلة الأولى، وصلنا إنترنت داخل الراوتر. بالمرحلة الثانية عرضنا شلون إنه الإنترنت يوصلني للحاسب وأقدر أتصفح. طبعا هذا الجزء راح يكون هو تطبيق نفس الفكرة، بس بدل ما نتعامل بالجهاز من خلال الون بوكس اللي يعتبر الواجهة الرسومية، راح نتعامل وياه من خلال الـ SSH. طبعا أنا هسه أولا راح أتصل بالجهاز من خلال الـ IP اللي موجود عندي. أنا سويته 192.168.1.1 اكتبت ترمينال. أوكي، هسه اتصلنا بالجهاز هذا. أوكي، بس أتشيك عندي بينج لولا على الجهاز. اوكي، بينج ما عندي على جوجل، يعني ما عندي اتصال انترنت موجود داخل الراوتر، بس بينج ما عندي. شرحنا فكرة النات، فاني هسه نعلمك شلون نضيف النات من خلال سطر الامر IP firewall نات out chain sig option masquerade. حتى تعرف انه شلون حقاني من خلال كثرة تعاملي مع الجهاز حافظ الكوماندات كلها، بس دائما IP الو ستار راح يطلع لي معلومات من الجهاز. فايرول الو ستار راح يطلع لي كل المعلومات والى اخره. هسه مثل ما تشوف وصلنا انترنت للجهاز، بدل ما ادخل من خلال الون بوكس راح ادخل من خلال سطر الاوامر، من خلال البرنامج البوتي تعاملت وياه، من خلال كتابة الكوماند نفسها تنطيك كل النتائج. تعاملت وياه من ذا ومن ذا، بس انت بكل الاحوال راح تحتاج انه تتعامل مع الاجهزة من خلال سطر الاوامر. لهنا ينتهي الدرس. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.